خدت منهم يا تاج؟ ازاي ما خدتش بالي الفتره دي؟ بس انا معاك مش ضدك يا صبري، بس كان المفروض افهم من بدري. جوايا شر كنت حسيت بيه، انا كنت جنبك من البداية. تقصد يعني بداية وقت المغارة؟ بس ما كانش ينفع اتدخل ساعتها، العلامة كان ممكن تأذيني، بس انا برضو وقفت جنبك عشان اقدر اساعدك. ساعديني ازاي؟ في لبنان كنت جنبك، أنا اللي دليتك على طريق الدكتور إبراهيم عشان كنت عارفة إنه هيقف معايا. أنا مش من قبيلة هند، هند وقزح ما قدروش عليك فقرروا ياخدوك في صفهم عشان يستفيدوا من قوتك. الجن العلوي حاجة والسفلي حاجة، بس أنا كنت على طول بتمنى لك الخير وحمايتك كتير. موجودة وقت ما هند ظهرت لي بيت أبويا عشان تأذيني؟ موجودة وهفضل موجودة. طب وليد، هو عماد؟ مش مهم الأسامي، المهم إنه بيساعدك. أنا عمري ما حسيت من ناحيتكم بالشر، وبالذات أنت يا تاج، كنت دايما بطمن معاك وبصدقك. كان لازم أظهر من بدري عشان قزح كان عايز يأذيك. المهم دلوقتي انك متاخدش خطوة من غير ما ترجع لي، خصوصا المشوار اللي انت رايحه ده. المشوار ده غلط، هايم مش هو عدوك، ده مجرد تابع. عدوك الحقيقي هند وقزح، بس انا هفضل جنبك ومش هسيبك. المدد دايما بيجي من الله سبحانه وتعالى، بيجعل لي أسباب. مدد يا رب، مدد يا رب.